اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اهل حدیث আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কুরআন ও সহিহ হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি। শেষ রাকাতে রুকুর পরে উঠে আমাদের ইমাম সাহেব কোন দিন আজলা করবেন, আপনারা যেন ঝট করে সেজদা যাবেন না আবার। اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واحضر الكفرة والبدرة والمبتدعة والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المسلمين فلسطين، اللهم انصر المسلمين فلسطين، اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم شدد شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم فرق بنيانهم، اللهم دمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اشدد وطاك، اللهم اشتدك واشدد وطاك على اليهود والنصارى، اللهم اشدد وطاك على اليهود والنصارى، اللهم اشدد على كانت يهود، اللهم اشدد وطاك على نداء يهود، اللهم اشدد وطاك على نداء يهود ومن معهم، اللهم اشدد عليك وطاك على اليهود والنصارى المسلمين. اللهم منزل، اللهم منزل، اللهم منزل كتاب مجري الصحابي سري الحساب هاتف الاحضان، اللهم منزل اللهم اهل الكتاب اليهود والنصارى، اللهم اهل الكتاب اليهود والنصارى. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. امين.